وبالفعل طبعا الانتر بيلد كانتر بيلد ليه صعيد، بس احنا هنا زي حضرتك الميديا هي اللي بتوصل للناس ان في ولا ما فيش. وارد تكون الموضوع موجود لكن المعلومه مش واصله بشكل جيد، ان على بس هو سايت انترنت عادي. احنا اللي احنا فيه او قناه انتر بيلد تي في مختلفه شويه. الشعار ان هو انتر بيلد طول السنه. يعني ايه انتر بيلد طول السنه؟ احنا زي ما احنا قلنا احنا بنتقابل من السنه للسنه، بيتجمع جميع الشركات والعارضين والزائرين والمهتمين بالنشاط بيتجمعوا في الانتر بيلد. طيب بعد ما مشي الكوميونيكيشنز اللي بتحصل ما بين الناس وبعضها دي بتتوقف عليه كل شركه مع بعضها ومجهوداتها على الاستاف الموجود هيبدا يعمل كوميونيكيشنز. ده ايه اللي يمنع ان الكوميونيكيشنز ده يبقى موجود؟ يعني يكون في انتر بيلد موجود النهارده وبعد ما يخلص الاسبوع الجاي الشهر الجاي كذا. فقلنا الانتر بيلد تي في. تي في مختلفه شويه عن الانتر بيلد الانترنت العادي. فدي الهدف مننا ان احنا جميع الشركات يبقى في كوميونيكيشن في المجتمع بتاع شركات البناء والتشييد يكون موجود على السايت دوت، يكون موجود على القناه دي. طبعا فكره كويسه، لان انا عايز اشوف انتر بيلد النهارده، بفتح التلفزيون بجيب انتر بيلد بشوف ايه اللي بيحصل دلوقتي فيها، ايه اللي بيقولوا ايه الناس دي، بيطرحوا افكار ايه، بيقترحوا علينا ايه. ممكن برضو انتوا هيبقى في عندك فرص ان انت لو في اي فرصه للتعاون مع دول خارجيه برضو انت ممكن تطرحها على انتر بيلد، بالتعاون مع الجهات المعنيه مع الوزارات زي وزاره الصناعه وزاره البناء ووزاره الاسكان. يعني مفترض يكون موجود على القناة بعض المشاريع أو المناقصات أو الممارسات اللي بتعرض في بعض الدول اللي بره أو الداخلية تبقى موجودة على القناة. لو أنت حضرتك عندك فكرة أن أنا هدخل على الانتر بيلد تي في وهعرف ان في موجود، اذا كان في مناقصات في افريقيا، اذا كان في مناقصات في مصر، في اوروبا، ممارسات معينه، مشاريع معينه مطروحه، فانت هتكون حريص انك تدخل عشان تشوف الكلام ده كله. هو موضوع المناقصات على التلفزيون دي انا متهيألي يعني مش هتعرف الواحد يعرف يدرس الكلام ده قوي زي الانترنت. مجرد شايف ان انت مجرد اعلان، مش ان ديتيلز. يعني انا ما بقولكش ديتيلز المناقصه ايه، لا انا اعلان عن ان في دوله سي في مدغشقر او في جيبوتي عن طريق وزاره التجاره الخارجيه بتاعتها فعندهم مشاريع كذا كذا، تبدا انت تاخد الكوميونيكيشنز دوت. اكيد طبعا هيبقى ليها مردود كويس جدا، بس اتمنى ان يبقى مثلا تعمل ساعات معينه لنشاط معين وساعات اخرى لنشاط معين، بحيث المتلقي يبقى عارف السكيدول بتاع البرامج بتاعتك، الحاجات دي هتيجي في امتى، اللي يهمني في انتر بيلد هيجي في امتى. طبعا انت بتغطي كذا مجال وكذا مجال كبار يعني. جميل. لو انت يا باشمهندس محمد قلنا لك تعالى اعمل برنامج في الانتر بيلد تي في، يا ريت ترضوا بيا. لا طبعا يا مرحب بيك. حابب تعمل عن ايه؟ يعني ايه اللي انت شايفه فعلا هيفيدك كشركه كمصنع ان انا اكون موجود في السايت ده وعلى القناه ديت؟ يعني والله لو حاجه زي كده انا احب اعمل عن موضوع الاوتوميشن في الصناعه. جميل. الدول الخارجيه دلوقتي بتنافسنا بالروبوت والانسان الالي المالتي فانكشن اللي ممكن يعمل 100 حاجه في نفس الوقت، واحنا ما زلنا بنعتمد على الشغل اليدوي وتفكير الانسان في وقت الكاد كام سيستم والروبوت وكده. فطبعا لما الناس تشوف تكنولوجيا زي ديت هنغير على صناعتنا ونحاول ندخل الحاجات دي. طبعا انت كل ما تعمل ريت تصنيع كويس كل ما هيبقى عندك فرصه تصدر، كل ما سعرك طبعا هيبقى ارخص فهتصدر اكتر وهتفتح اسواق جديده. بدليل اللي عاملاه الصين دلوقتي، انت بتروح في الصين بتشوف مصانع، احنا بنقول احنا رايحين المانيا، ما كانش حد يصدق ان يشوف الكلام ده في الصين. انا اتمنى ان احنا نشوف في مصر كده ان شاء الله يعني. باذن الله تعالى. يعني حضرتك حابب ان نقل الخبرات او التكنولوجي اللي موجود بره في اوروبا وفي الدول الاخرى نحاول ان احنا نقله بطريقه ما بشكل ما نخبر بيه الشركات المجتمع اللي موجود جوانا. طب حضرتك في التي في انتر بيلد مين المهتم ان هو يتفرج عليه؟ بالنسبه لشغلنا هيبقى الشركات والمصانع الكبيره او المصانع حتى الصغيره اللي هي بتحتاج نشاطنا.
انما متهيألي بالنسبه للافراد احنا كشركه ما بنتعاملش مع افراد، لان طبيعه شغلنا صناعه تقيله ما بيحتاجهاش الفرد العادي في بيته او في فيلته او كده. بنعمل مشاريع بتخدم البلد، حاجات زي كباري، زي مصانع، زي افران، حاجات زي كده. الحاجات دي بتبقى محتاجه مصانع كبيره محتاجه. جميل. رؤيتك باذن الله تعالى للمستقبل بالنسبه لمصنعك ومنتجك، بالنسبه لفكره المعارض في مصر ومنها الانتر بيلد طبعا، بالنسبه للسايد او الانتر بيلد تي في، رؤيتك حابب تبقى الدنيا بالفعل واصله ازاي ان شاء الله؟ والله انا اللي انا شايفه ان انتر بيلد السنه دي احسن من السنه اللي فاتت واحسن من اللي قبلها. في دايما تقدم. احنا كمصريين الحمد لله عندنا فكر وبنحاول نطور، وكل يوم بيبقى عندنا جديد، وبالتالي بنلاقي ان احنا بنعمل معرض ناجح بالتنظيم دوت. طبعا حاجه تحسب ليك. وطبعا يعني ناخد كام في الميه انتر بيلد ياخد كام في الميه من معرض شنغهاي مثلا؟ اللي انا شايفه انت هنا تاخد السنه دي 110% من معرض السنه اللي فاتت. ربنا يبارك بجد. يعني هي طبعا السنه اللي فاتت كان كويس، بس السنه دي صراحه تنظيمه كويس. ويمكن انا لمس الموضوع ده عشان انا بقيت عارض. أنا وشايف الموضوع عن قرب. يعني جميل. شفتها الاول كفيزور كزائر وبعد كده بشوفها كعارض. بالزبط. جميل جميل. بالنسبه للقناه زي ما انت قلت حابب ان يبقى موجوده طول السنه زي ما احنا قلنا. تمام. ولو انت عندك تصور ان فعلا بقت موجود الانتر بيلد، كل الكوميونتي اللي احنا عايشين فيه النهارده، كل الحاله اللي احنا موجودين فيها دي، الحاله دي بالفعل بننقلها موجوده عندك طول السنه، من ما هو كل ما هو جديد. ايه الجديد عند الباشمهندس محمد النهارده في المصنع؟ باشمهندس محمد بيتكلم في ايه؟ ايه اللي معروض له؟ انت النهارده جاي تعرض في 3 4 ايام انا مين. فاحنا بنتكلم ان انا مين دوت المفروض على طول السنه انا بقول انا مين وانا فين وانا موجود وانا متواجد وانا اتمنى مع قناه التلفزيون يبقى موجود الويب سايت. الويب سايت هيضيف كتير قوي ليك، وهيعمل تفاعل برضو كويس جدا يعني باذن الله تعالى. واحنا نتمنى ان تكون الفكره هي مساعده لكل المهتمين ولكل الشركات على بلوغ التارجت بتاعهم، اذا كان وهو الاهم طبعا فكره التصدير للخارج. تمام. والمشاريع للخارج، وان احنا نتواصل مع الناس بره، لان بما انها على الصعيد فيقدر اي حد يقدر يشوفها، اي حد يقدر من بره يتواصل مع الشركات في مصر. هي التصور كده انها انتر بيلد تي في على الانترنت، على الانترنت، فيقدر اي حد موجود في اي حته في العالم يقدر يدخل ويشوف الكوميونتي ده. مش محتاج ان هو النهارده يجي للانتر بيلد كانتر بيلد عشان يبقى زائر ويشوف. تمام. انت كل احنا بننقل زي ما حضرتك الحاله دي كلها بننقلها على الانترنت لايف، بغض النظر عن السايت بتاع الباشمهندس محمد لحاله، ده لوحده ده موضوع، لكن انت موجود ضمن الحاله، ضمن حاله البناء. اي حد بره عنده تصور مشروع، عنده تصور تعاملات مع الشركات في مصر، فباذن الله تعالى يبدا يدخل على انتر بيلد تي في ويبدا يشوف الشركات اللي هي تخدم تخصصه ويبدا يتواصل معاها من خلال الكوميونتي ده. فدي الفكره كلها باذن الله تعالى على الانترنت. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ربنا يبارك فيك وسعداء بيك وكل سنه وانت طيب. انا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك باذن الله تعالى. ربنا يخليك يا رب ان شاء الله. يبقى وبالتوفيق من الى افضل باذن الله تعالى. باذن الله. ربنا يبارك فيك يا باشمهندس. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. مع السلامه.